مكملين معاكم ولسه معانا محمد باش منورنا نور مصر كلها. خلينا نرجع بقى شويه بالسنين اللي ورا ومشوار قوي طبعا حاجات بسيطه و يعني الفانز برضو عايزين واحنا كمان عايزين نعرف محمد باش درس ايه، اهتماماتك كانت ايه، وصلت الستار اكاديمي ازاي، يعني احكي لنا. شوفي انا فاكر وقت اللي كنت يعني لما كنت بدرس على البكالوريوس، ما انت عندك سنه بكالوريوس طبعا اخر ثانويه عامه، ف ما كان في توجه معين انا وين بدي يعني وين بدي اتجه او شو بدي ادرس او شو بدي اعمل. فوقتها يعني درست تجاره واقتصاد، كملت فيها، عملت كورسز بالبورصه وهيك عرفتي انه كمان اني فوت بهذا المجال. بس فكره الستار اكاديمي وبلشت بعد عن جو الدرس وهيك لحتى رحت على ستار اكاديمي، بس اكيد خلصت الشهاده وكملت كل شيء بعدين كملت ستار اكاديمي. يعني اتجهت بقى المجال الغناء والتلحين. طب لو حد قال لك ماستر هتمثل؟ هلا انا بحس حالي انه اوكي شاطر بالتمثيل وبعدني عم شوف بركي اذا بتجي فرصه حلوه. اكيد بعيد عن فكره تمثيل مسلسلات، ما بحب فكره مسلسل انه اكون بمسلسل عم بمثل. ممكن بفيلم اذا فيلم يكون حلو يطلعني انا بصوره حلوه بشي سيناريو يكون فيلم انا مثل مصري ما فيش مشكله كان مصري ولا سوري يعني اكيد ما في مشكله. اكيد ما تعرفش عليك لسه يا باشا؟ افلام لسه ما تعرفش، مسلسلات بتعرض بس معرفات، بس افلام لسه ما تعرفش. هو اكيد بعد الالبوم على فكره هتلاقي. يلا ان شاء الله ان شاء الله. احنا اي حد عايز يبعت اي حاجه لمحمد باشا يبعت لنا على الفان بيج. على انا بشوف على فكره الفان بيج شايف الرياضه 108 حتى الحاجات اللي ممكن ما نلحقش نقراها او بنعديها لكن محمد بيشوفها كلها. احنا معانا مودي بيقول ايوه هو ده الكلام، والفان بيج بتاعت الالتراس يعني بتحييك بشده. اسماء ميرو كمان واسلام حشمت ومصطفى عادل كمان احمد المنيسي، وننزل تحت شويه عشان بس يبقى شايف كل الكلام المكتوب. رانيا ابو زيد بتقول بترحب بيك برضه يا باشا، واماني النجار ومهوش مهوش الانازي الانازي ونيلة سفير ونهيدة بيجاني. طبعا هو انت تعرفهم ولا اول مره تشوفهم؟ لا دول شوفهم اه بتعرفهم تمام. كمان صفا ماهر بتقول احنا في انتظار، طبعا ده كله قبل ما انت توصل هنا. لابرمان مندو بكاتب الرقم علشان اللي حابب انه يتصل. وكمان محمد منير وآية محمد بتقول وي كانت ويت بس ستار محمد واماني نجار عايزه رقم تكلمنا من خارج مصر. انت الرقم ده هو بس تضيفي عليه الكود بتاع البلد اللي انت بتتكلمي يعني فيها. بس معانا تليفونات. يلا الو 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 ايوه احنا سامعينك. ازيك يا محمد؟ رحاب معاك. كيفك يا رحاب؟ الحمد لله تمام. كنت عايزه اقول لك بس قد احنا فخورين بيك، مش بس في مصر، اكيد في كل الدول العربيه فخورين بفنان زيك، فنان استثنائي، لانه كل الناس اللي دخلت ستار اكاديمي يمكن اختفوا بعد فتره. انت قدرت تحافظ على المكان اللي انت فيها وانت بتحافظ على جمهورك، ومبروك للسنجل، مبروك للميمة، وتستاهل اكتر من كده. شكرا يا رحاب، شكرا حبيبي، شكرا على الكلام. وتقدم منك البوم واغاني كتير جايه ان شاء الله كلها ناجحه. اكيد ان شاء الله حاجات حلوه ان شاء الله هتحبيها. ميرسي يا محمد. شكرا حبيبي. شكرا لك يا رحاب. كمان الو 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 مساء النور. لا انا مش عارف صراحه هتوطي صوتي شويه بس. احنا معانا فكره. اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي، وحشتني النهارده. يلا خلاص انا بكره ماشي ان شاء الله وحتوحشيني. طب انت عرفت مين ولا ايه؟ ماما حنان مش كده؟ ايوه حبيبي طبعا. اوكي خلاص خلاص. عارف انت طبعا في الحلقه في الاول اللي ماما هيشتغل هتتجنن وعندك تقريبا هم ما عندهمش رقم دولي. يلا حبيبتي خلاص انا اسلم عليها وانا هكلمها ان شاء الله ما ارجع سوريا اكيد. ان شاء الله حبيبي. عايز اقول لك الف مبروك، وكان يوم يجنن يوم ما اتحسبش من عمرنا امبارح. شكرا حبيبي. من يوم ما عرفنا انت ثلاث ساعات يا محمد بشكل مش ممكن تتخيله الصراحه. ان شاء الله دايما نكون كده ان شاء الله. يلا امبارح ساعدنا طبعا، بس كل اللي يكون عارفين لك احنا امبارح كل اللي عايز يرجع بلده ما عرفش. يلا بسيطة بسيطة. والله يا محمد بس كل التفاعلات لكن برضه كنا مبسوطين يعني. اوكي الحمد لله. قول خلاص سلميني على الكل انت بقى عندك و اوكي يلا سلمي ونفسي اللي بتاعتكم جميلة، وانا فرحانة اني سمعت الاغنية الوطنية بتاعت محمد بحبها قوي. شكرا حبيبي. وسمعني حاجة مصري يا محمد. يلا هنسمعك حاجة مصري بإذن الله. اوكي حبيبي مبروك على مين او ومبروك على كل حاجة حلوة بتعملها لنا. اوكي حبيبي يلا خلاص. باي باي. بس هنتكلم عن ستار اكاديمي والتجربه بصفه عامه، بس قبل ما ندخل ونتكلم عنها اكتر
هنتكلم بعد ستار اكاديمي. ستار اكاديمي الفترة اللي احنا فيها دلوقتي الناس في ناس مش متقبلة ستار اكاديمي يا جماعة في وسط اللي بيحصل في سوريا ومصر وليبيا. ستار اكاديمي بالرغم من كده نجح الموسم ده برضه وطلع موسم كويس. وعلى فكرة الموسم ده كان فيه كم موارد غير طبيعية. فانت يعني الصراع اللي بين الفن وبين السياسة الناس مش عارفة يعني تفصل ده وده. يعني بظل هالظروف اكيد يعني كنا اول فتره وانا فيها كنا عم نحضر اخبار نفتح تي في ونشوف فهذا الشيء بشكل يعني نفسيتنا تعبت. فاكيد نحن بحاجه كلنا كاشخاص انه يكون في شيء جديد نشوفه. طبعا مو غلط الواحد يفتح تي في نص ساعه باليوم او ساعه يشوف يحضر شيء او يحضر حفله البرايم مثلا يوم الجمعه او يشوف هيدا الشيء يشوف شيء غير جو شيء طلعوا من جو من اجواء السياسه. اوكي في شباب كثير وكثير يعني في اشخاص فاتوا بهذا المجال كثير بس اكيد هذا الاخ رح يتعب ما حيقدر يكفي يعني بهذا الطريق. فلا اولا مالي ضد فكره انه يكون في برامج على التي في الناس تتابعها وتكون مرتاحه فيها ومبسوطه فيها اكيد لا. محمد لسه برضه بنكمل معاك كلامنا عن تجربه ستار اكاديمي. عايزين نعرف طب انت كنت وانت داخل عارف ان عارف ان انت تدخل مكان يبقى فيه كاميرات في كل حته الفكره دي طلعتها ازاي حياتك تبقى اوبن قدام كل الناس هل الموضوع ده كان سهل؟ الفكره بس شوفي انت لما اول ما تدخلي الاكاديمي انت حتحسي نفسك انه خلاص انت بدك تكوني اوكي اكيد مراقبه حتراقبي بس اكيد حتبتدي انك تنسي لو انت مش عايزه تنسي مش حتنسي هتحس ان انت بتلقائي فلو حد فكر بالكاميرات حيبتدي هو يتصنع مش حيقدر يكون على طبيعته والناس تشوف كل حاجه مستحيل حدا يقول انه هذا الشخص ما يمثل لانه حيبان فورا انه هو بيمثل فكنا بننسى الكاميرات يعني احنا بيننا وبين حالنا بنقول انه خلص احنا لازم نعيش اللحظه ننبسط هاي اللحظات مضطرين خلاص العالم عم يشوفنا اوكي طبعا احنا ما بنحس هالكم الهائل من الناس عم يشوفنا اكيد احنا بنحس انه اوكي بنحس انه في حدا بالكنترول فوق عم يشوفونا كم حدا بس ما بنعرف لحتى نطلع اول مره ونشوف انه عن جد في ناس عم بتتابعنا كثير. مين لسه اصحابك من ستار اكاديمي المواسم اللي فاتت ولو في حد من زمايلك انت بتتصل بيهم مثلا من الموسم ده مين اقرب الناس ليك؟ شوفي كل نحن بشكل عام كنا كطلاب ستار اكاديمي من اول سيزون لهلا في شيء بيربطنا سوا يعني حتى لو شفنا بعض ففي يعني في هذا حاجز صغري بينكسر يعني نحكي مع بعض كانه نحن عن جد كنا عايشين نفس البيت وعايشين نفس التجربه فكلهم يعني اي حدا بشوفه من طلاب ستار اكاديمي بيكون كثير عادي بنبسط بسرعه مع بعض بنبارك لبعض لانه عايشين نفس الشغلات حتى بعد الاكاديمي عم نحيي عم نعيش نفس المشاعر ونعيش نفس الشغلات فبالسيزون تبعي متواصل مع الكل والسيزون اللي قبله كمان في اشخاص كنت تعرف عليها بالسيزون 5 كمان من فتره بنحكي وهيك بس الفكره انه الكل صار مشغول مشغول شو عم يصير بيمرق الوقت بطريقه مختلفه عن ما بتمرق واحد سوريا برضه خلي بالك حتى في السيزون ده كان ليها كان ليها وجود مميز هل حاولت ان انت تتصل مثلا ب اكيد انا شوفي انا التقيت فيهم كلهم بالكاستنج كرمال السنه الماضيه الكاستنج تبع سوريا كان عندنا بالاوتيل بفندق مطعم بيك باش والسنه هي كمان رح يكون موجودين فالتقيت اغلبيتهم اللي قدموا التقيت فيهم بالكاستنج وحتى كان نصيف كان في زينة افتيموس كانوا موجودين بالكاستنج كنا قاعدين عم نشوف الطلاب ونشارك ونريحهم يعني انه كنا عم نتسلى قاعدين عم نشوف انه حلو تشوفوا طلاب جداد عم بي من بلدك ايش انه كيف عم بيقدموا نسمع انه هذا صوته لذيذ هذا صوت عرفتي انه هيك نشارك هذا الشيء. انت غنيت في برايم من بعد ما انت خرجت انت كنت اول مطرب يغني برايمات بعد خروجك اكيد الحمد لله انا حضرت البرايمين اللي بعد اللي طلعت الفاينل واللي قبله الحمد لله ولا برايم راح علي بس كنت موجوده مع الستيج وان شاء الله دائما تجي الفرصه اني ارجع اطلع على الستيج مره ثانيه كمان باذن الله ان شاء الله. وانت منور هنا في مصر ومبسوطين ان انت طلعت كمان على الستيج هنا في مصر اكيد الحمد لله. عايزين نسالك عمليه التصويت الناس يعني من اول الموسم لحد الموسم الثامن بيتكلموا التصويت احنا خايفين يكون في لعب التصويت انت تبقى قلقان من الفكره دي؟ فكره التصويت اكيد ما فيها يعني صعب يكون فيها لعب كرمال انت لما عم تصوت من بلد او عم يجيك فايلات موثقه موقعه من كل بلد ومن كل شركه اتصالات على التصويت اللي اجى ممكن يصير لعب بطريق ثاني انه بس بشكل عام هي التصويت لازم يكون صح لازم يكون اكيد مقتنع بهذا الشيء يعني وكمان كال بي سي كستار اكاديمي صار عندهم يعني بيعرفوا يعني صار عندهم خبره 6 سنين 7 سنين فهذا الشيء اكيد ما لازم يكون اكيد لو في مشاكل كان من اول سيزون او من ثاني سيزون كان العالم كشفت هالمشاكل او اكيد الشركات كشفت هاي المشاكل ووقفت هذا الموضوع عن حد ولا اكيد التصويت لازم يكون صح وان شاء الله عن جد يكون صح بس انا بالنسبه لي يعني عندي ثقه انه اكيد التصويت صح. طب مش نغني بقى ولا ايه؟ تمام كنت لسه يلا نغني كويس احنا قلنا نغني انجلش انت اخترت
تختار الاغنيه اللي جايه على بالك؟ انا الاغنيه دي الاغنيه على فكره الاغنيه اللي حغنيها دلوقتي تبع انريكي اجليسياس كيرو. ممكن تعمل لها ايه دي؟ بصي يعني دي اول اغنيه غنيتها في الستيج ستار اكاديمي واول اغنيه غنيتها في كاستنج ستار اكاديمي فبحبها قوي ليها يعني ليها طعم غير الاغاني كلها. من لبنان ومستني بقاله كتير معلش احنا قاسين جدا على التاخير. محمد خضر الو مساء الخير محمد يو ار اور هيرو حبيبي حبيبي مايك انا ماريا من لبنان وبحبك كتير يا عم كيف لك حبيبي اشتقت لك انا ونحن كتير مشتاقين وبدي اقول لك شيء نحن فخورين فيك كتير يا باش فخورين فيك حبيبتي يا عم ونحن يعني نقلنا الفنان الصحيح ومعك للنهايه وما تقدس ومبسوطين فيك يا حبيبتي يا عم وعم بسمعك دايما انا سي ار اور هيرو لبنان كله بحبك دايما بليز سلميلي على الكل عندك وسلميلي على نرفت كتير 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 الا الله يعافيك يا رب وانتي بنحبك كتير بس حبيبتي يا عم يا قلبي عم بسمعك اوكي حبيبي يا قلبي حبيبي قلبي شكرا ليكي انا بشكركم كتير شكرا يا انا شكرا الو الو ايه سامعينك انا منى منى حبيبي كيفك يا حبيبي انا بحبك قوي وانا كمان شو من سان صوت بيت شو من سان جمال بيت يعني انا بتكلم صوتي عشانك يا حبيبتي اتكلمي اللي انت عايزاه انا بحبك قوي انت منيح كتير على رأيها شكرا يا حبيبي معاك وبتكلم لك ايه حلوه قوي شكرا يا حبيبي احنا جمهور كريم كامل كلنا بنحبك يا حبيبتي بجد الله يعني الله حبيبي سوريا سوريا الله حبيبي يا حبيبي مش عايز اسمع منك اغنيه لسوريا او اغنيه لمصر او اغنيه طار الصغر اللي غناها نصيف اوكي يلا نشوف انا بحبك قوي يا حبيبتي اهلا بيك في مصر ويا ريت تبقى بلدك الثاني يا حبيبي شكرا ليكي لكل فان كريم كامل سلمي لي على الكل عندك حبيبي اوكي احنا مساويين قوي ورحنا مساويين مساويين يا حبيبتي لاف يو شكرا لك يا حبيبي باش بمناسبه كريم كامل وكان في مشكله حصلت السنه دي بينه وبين ساره وهو بناء عليها انسحب من المسابقه المشكله دي انت شفتها ازاي وانت واحد كنت جوه المكان بس اتفرجت زيك زينا انا بص انا ما كنتش شايف ان اليوميات ما كنت بشوفها كتير بس كان الفانز يبعثوا لي فيديو اشوفها يعني اقرا هيك مثل ما بفتح شباره اخبار او شيء على السايت على الانترنت هلا بغض النظر بالتوفيق انا كلهم بالستار اكاديمي كلهم كل حدا في عندي كل حدا حبيت في شيء بطلع بالستار اكاديمي كريم كانوا الاشخاص اللي انا التقيت فيهم بالباك ستيج ما كان في اتصال ما حكينا مع بعض اكيد ابدا
اكيد طه التوفيق اكيد عنده فانز بجننه, وهو شاب كتير شاطر وعنده شغلات كتير مميزه يعني. بس انا دائما بقول انه حدا يعني اذا اي حدا صحت له فرصه بالستار اكاديمي انه يكون بالستار اكاديمي ان شاء الله يوم واحد زياده انه الناس تشوفه على التيفي يعني, ممكن بهذا اليوم ممكن 8 يحبوني زياده او 3 يحبوني زياده. فبقول حرام انه ترك بغض النظر كيف الموقف دخل غلطان يعني. اكيد هو بالاخير هو هذا قراره وقرار وقرار اهله ساعدوه او هو ما بعرف شو اللي صار بالضبط, بس اكيد هو بالاخير هو اتخذ الشيء اللي هو بريحه, اكيد هو مرتاح مع القرار اللي اتخذه. بس انا كنت لا يعني اكيد لو انا كنت ممكن محله كنت لا فضلت اني كمل للاخر للاخر واطلع بتصويت الجمهور او اطلع بالطريقه اللي هي مالوفه بالبروجرام. طيب محمد, يعني في الكاستنج سواء بتاع ستار اكاديمي او بتاع اي برنامج ثاني للمواهب لاكتشاف المواهب, ازاي ممكن انت جربت التجربه دي, ازاي ممكن ان انت تجمع بين انك تكون تلقائي جدا وانت متصور 24 في 24 وبين انك يكون عندك جزء من المسؤوليه تجاه يعني ردود افعالك, لان انت في اولا اخيرا بتمثل بلدك, والخلافات بين طبعا. شخص من بلد وشخص طبعا. من بلد تاني بتعمل قلق وبتعمل مشكله بين الجماهير بره بالظبط. ازاي اي حد داخل تجربه زي دي يقدر يوازن بين ان هو يكون عنده قدر من المسؤوليه وبين ان هو يكون طبيعي وتلقائي وغير متصنع؟ هلا اكيد هو اول هي الفكره على اختيار الاشخاص اللي بيكونوا جوا البروجرام, هي الاختيار بيجي اساسه على فكره انه الواحد كيف تكون طبيعته شخصيته كرمال يصير انسجام بين الكل, او بنفس الوقت ما يصير انسجام كرمال يصير في شيء العالم تشد بالمتابعه تشوف التي في تتابع. اوكي ف بس اهم شيء الواحد يقدر يسيطر على شخصيته لحدود. اكيد نحن ما قاعدين ببيوتنا او عم نتصرف عطلاتنا, اكيد في ناس عم تشوف, في ناس رح تنتقدنا, في ناس رح تحبنا, في ناس ما حتحبنا, في اشخاص من بلدان تانية لازم كمان نقدر هدول الشغلات. فبالاخر كل حدا بتصرف على طبيعته, كل حدا بيقدم الشيء اللي عنده. بس بالاخر بقول لك يعني الستار اكاديمي هو برنامج متابع بغض النظر ان كان في مشاكل او ما كان في مشاكل, بالاخر عم يشد الناس عم تنبسط عم تتابعه, والناس عم تنبسط لما تشوف مشاكل, عم تنبسط لما يعني انه في عن جد في شغلات حلوه عم تصير الواحد بيشوفها ممكن ما يشوفها حياة طبيعيه, انه يشوف جد اشخاص على التلفزيون ممكن ما يكون عم يشوفهم بحياته الطبيعيه هذول المواقف اللي عم تصير. فبالاخر هو شيء حلو. معنا تليفون. الو 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 هاي محمد. هاي هاي انا هيفاء. يا محمد يا هيفاء كيفك حبيبي؟ انت كيفك؟ الحمد لله تمام. انت نورتنا يا محمد يا حبيبه قلبي. والله نورتنا وشرفتنا, ويعني انت فنان مميز باخلاقك وبشغلك وبفنك وموهبتك وبكل حاجه. شكرا يا هيفاء يا حبيبتي انت. والله ربنا يعني يكرمك ان شاء الله, والف مليون مبروك, الف مليون مبروك على النيمة, والف مليون مبروك على الاغنيه سنجل رائعه خرافي. شكرا شكرا. ودي بس البدايه يا محمد, واكيد يعني اللي ما سمعكش يعني الدنيا كلها هتسمعك وتعرف سر حب الناس دي كلها ليك قد ايه. يعني فانا عايز اشكرك بقى, ومش نسيت اشكر الفانز على كل الحاجات الحلوه اللي جايبينها. انت عايزك انت توصلي الموضوع ده, وان شاء الله يكون صوتي وصل اليوم. شكرا على كل مين اكيد مين كان موجود. ده دي اقل حاجه يا محمد, ده انت ما تعرفش انت عند الفانز بتوعك ايه, جمهورك فعلا بمعنى الكلمه يهز الارض. يا حبيبتي يا هيفاء, يا حبيبتي يا هيفاء, سلمي لي على الكل, وانا ناطر نشوف الصور اللي صورتوها كمان على النت ان شاء الله كلهم نزلوا. والله طبعا انا ما شفتش بقى. ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. اوكي يا محمد شكرا يا حبيبي. الو تاني قبل. الو 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 ايوه محمد. ايه يا مين معايا؟ انا لميا اللي كلمتك امبارح. ايه يا لميا كيفك؟ الحمد لله. محمد انت منور طبعا في اي مكان. يا حبيبي وانا امبارح ما عرفتش اجي, بس ان شاء الله اتكررها ونشوفك تاني اكيد 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 اكيد. وهقول لك مره تانية الف مبروك على النيمة والسنجل رجالة, واحنا معاك الاخر وانت نجمنا الاول وبس. الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يبارك فيك. سلم لنا على لورا تاني اكيد ان شاء الله يوصل, وعايزينك تنور مصر على طول, واحنا معاك للاخر. خلاص حبيبي انا بقيت ابنه عندكم, وان شاء الله دايما حاجه هنا ان شاء الله. يا حبيبي ربنا يوفقك. الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك. معانا صوت رجالي تقريبا صح؟ الو اخيرا. الله. الو الو ايوه اهلا بحضرتك, متعرف بيك؟ محمد رنا. اتفضل معاك بقى. محمد اخبارك ايه؟ محمد عامل ايه؟ حبيبي انا امبارح استنيتك انت ما جيتش بقى. ماشي النهارده محمد والله. حبيبي شكرا ليك. ربنا يخليك. انا بص انا عايز اقول لك ان امبارح انا ما كنتش اعرف ان انت مضيت لي الاوتوبيس, بس انا شفت على الفيس امبارح, مش عارف اقول لك بقى عملت ايه يعني. يا حبيبي شكرا ليك, ويا ريت كنت معانا, وانا عايز اشكرك على كل حاجه بتعملها يا محمد. ربنا يخليك حبيبي, وان شاء الله مستنيينك في اسكندريه قريب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ومحمد عايز اسمع راح انساك من هنا. راح انساك. اوكي خلاص يلا. شكرا شكرا يلا يلا باي باي. اول فينا تليفون تاني. تليفون تاني.
طب قبل ما نسمع الاغنيه علشان في تليفون من لبنان. الو 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 محمد يا حبيبي يا مرفت، كيفك يا قلبي؟ كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ الحمد لله على سلامتك، طمنيني كيف رجلك؟ الحمد لله نشكر الله نشكر الله. يلا ما بدي اقول لك شيء. قولي لي انت بتعرف انه نحن انا بحبك كثير وانا كمان ونحن كثير 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 فخورين واسمع بوكي كثير الاخبار وان شاء الله يا رب نسمع السنجل الجديد قريبا ان شاء الله يا رب يا رب هيك وانت تقومي بالسلامه قريبا. الله يسلمك الله يسلمك وش سلامك لكل لبنان ولكل لبنانيه امبارح يا حبيبتي يا حبيبتي ونحن نحبك كثير وانا بالاكثر وفخورين فيك يا حبيبتي. يلا ان شاء الله بتشوفون لبنان قريبا ان شاء الله هالكم يوم بس ما مثل مصر تعملنا انت لقاءات كمان خلاص اوكي هو هذا اللي حيصير ان شاء الله منورين واهل لبنان كلهم منورين. شكرا ليكي. شكرا متابعينا الكرام احنا مكملين معاكم لكن بعد وقفه اخباريه سريعه وهنرجع مره ثانيه مع الفنان محمد باش. يلا